أنا المدرسة القرآنية لها دور مهم في تنشئة الفرد من خلال التعليم والتربية، الغاية منها إعداده إعدادا شاملا يراعي فيه كل جوانب شخصيته في مراحل حياته المختلفة للاندماج في المجتمع والتوافق مع معاييره وقيمه الاجتماعية. المدرسة القرآنية أحباب الرحمن أحد المدارس المتواجدة بولاية بشار، تابعة لجمعية تواصل الخيرية الاجتماعية التي تأسست سنة 2011، والتي جعلت هدفها الأهم تخريج 1000 حافظ لكتاب الله من خلال تعليم القرآن وغرس تعاليمه ومبادئه في نفوس ناشئة. تضم 4 مدارس قرآنية يدرس بها مختلف الشرائح الاجتماعية من بنين وبنات صغارا وكبارا. عندنا الفئة العمرية الكبيرة، هاد العمال موظفين كذا كذا، ينعمل على تدريسهم هنا كذلك، هم كذلك أخذ بيدهم للخير. تقوم هذه الجمعية بأعمال خيرية واجتماعية. الأعمال الخيرية في قضية اليتامى، الرعاية اليتامى والأرامل، نساهم بهذه الجمعية خلال تدريس القرآن الكريم في محاربة الآفات في المجتمع من خلال تلقين تلاميذنا وبناتنا وأبنائنا القرآن الكريم، بالإضافة إلى علوم القرآن الكريم. وحفظ القرآن لا يتعلق بالسن أو العمر أو الشغل في الحياة المهنية، إلا أن القرآن يتعلق بالإنسان أي كان وأي وجد. تهدف المدارس القرآنية على تربية النشء تربية حسنة، وأن تجعل منه مواطنا صالحا مفيدا لمجتمعه ولأمته، بتحليه بالأخلاق الحميدة والقيم الفضيلة في تعامله مع كل من يحيط به من أصدقاء ومعلمين وأهل وأقارب. القرآن الكريم بطبع الحال نعرف أن نرتلوه ونحفظوه، ولكن هناك أشياء أخرى نتعلمونها مثل الأخلاق والتنشئة الإسلامية للطفل منذ نعومة أظافره. هذا الجو القرآني خلق واحد الجو تاع أخوة خاصة، أخوة ربما فاقت أخوة الرحم. هذه الأخوة بحكم أن الطلبة يقضون وقت طويل مع بعضهم في المدرسة، واحد الجو أخي، واحد الجو تنافسي في القرآن خاصة في فصل الصيف، يقضون وقت طويل، خلق واحد الجو أخوي لا يعلمه إلا الله عز وجل. سبحان الله، أخوة القرآن أخوة عجيبة. التلميذ غزال معتز بالله الذي يدرس في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي بمدرسة ميسوم رمضان، أحد تلاميذ المدرسة القرآنية ورش لتحفيظ القرآن، حيث انضم إليها منذ سنتين ليتعلم العلوم الشرعية والفقهية وينمي قدراته الفكرية والعقلية ويثري رصيده اللغوي، حيث استطاع أن يحفظ 12 حزباً والكثير من الأحاديث النبوية الشريفة والمتون المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا معتز غزال كنموذج، سبحان الله، هذا عقله فات عمره صغير، إلا عن أن كان عنده واحد النبوغ خاص منذ أيام الوهلة الأولى، كان يسعى لكي ينافس ليس أقرانه، ينافس منهم أكبر منه، ينافسهم في القرآن ويقول كذا ويجتهد. سبحان الله، كان فيه واحد الجد وواحد الاجتهاد لا يعلمه إلا الله عز وجل. الحمد لله تعلم، نقول الحمد لله، فصحة اللسان، كيفاش حتى في العقلية تغيرت مع الخوت نتاعه، مع الوالدين نتاعه. كون أنا كان ينصحني يقول لي يا بابا باش على الفجر ينوضني، أنا الحمد لله عاونته، تلا دروك هو يعاونني.
وبالمدرسة القرآنية أبي بن كعب التابعة لجمعية التواصل الخيرية يتابع التلميذ مقدم حبيب الرحمن البالغ من العمر 14 سنة دروس حفظ القرآن الكريم وتجويده، حيث يحفظ 36 حزبا من القرآن الكريم إلى جانب حفظه لمتن تحفة الأطفال والغلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ساعدني حفظ القرآن على التفوق في الدراسة. أتمنى أن أكون داعية لإعلاء كلمة الله وأعلم القرآن، لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأرجو من الله أن أكون شفيعا لوالدي، وأن يرحم والدي، وأن يرحم والدي ويشفي والدتي، وأن ألبسهما تاج الوقار يوم القيامة. تميز عن بقية الطلبة بالتفوق والصدارة، وكان له زعمالة الأثر طيب لهذه المدرسة مهما صغاره، ولكنه كان بجدارة، كان رجل، ووفقه الله لما يحب ويرضى. العائلة تلعب دور كبيرا في تطوير مستوى حبيب الرحمن في الدراسة والحفظ بخلق جو ملائم للمراجعة والحفظ. وبمتوسطة بوعنين العماري يزاول تعليمه باجتهاد وتفوق، يتحصل غالبا على المراتب الأولى في مدرسته، ما جعله محمودا بين أقرانه وأهله ومعلميه في المدرستين القرآنية والتربوية. كما أنصح الأولياء بحث أولادهم لحضور جلسات الذكر وليكونوا شفعاء لهم يوم القيامة. يعمل معلم القرآن على تبسيط وتسهيل عملية الحفظ للطلبة وتطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة والتجويد والفصاحة اللغوية، كما يعمل على شرح وتفسير معاني سور وآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. نعتبر خداما لكتاب الله عز وجل، وذلك شرف لنا أن نكون خداما لكتاب الله عز وجل، ندرس القرآن بالإضافة إلى تدريس بعض المتون كمتون متن في النحو الأجرمية، والإضافة ضف إلى ذلك متن ابن عاشر في الفقه ومتن الجزرية في أحكام التجويد. كانت لنا انطلاقة في تدريس القرآن من عام 2011، كانت انطلاقة إن شاء الله مباركة، وكانوا تخرجوا منها من المدارس القرآنية التابعة للجمعية، تخرجوا خاتمين لكتاب الله. إن شاء الله نتمنى ويكونوا هما إن شاء الله يكونوا معلمين في المستقبل تاع القرآن الكريم إن شاء الله. بديت قراءة القرآن، تحفيظ القرآن الكريم من سنة 2011. اللي كانوا صغار كانوا عندنا من 5 سنوات، الله تبارك الله ما شاء الله درك راهم في الجامعة، منهم من اللي كان عنده معدل فاق المعدل المنسوب راه في التعليم العالي. إن التعليم الذي يتلقاه الأطفال في الكتاتيب القرآنية وتنمية القدرات الفكرية والمهارات المختلفة للتلاميذ كالقراءة والكتابة والتجويد وتهذيب لنفوسهم سيساهم في إعدادهم للنجاح والتفوق في المدارس التربوية في مختلف المراحل التعليمية. نحن الآن نأخذ بيد هؤلاء الطلبة، لأن المجتمع صار لكي نحفظهم إن شاء الله عز وجل، ونكون سبب في تربيتهم وسبب في النشء الطيب في المجتمع، ونعمل على كذلك أنهم يكونوا بذور خير في مؤسساتهم التربوية وفي بيوتهم. وهذا القرآن إن شاء الله كان خير وبركة على أبناء المدرسة، كانوا متفوقين إن شاء الله في الدراسة نتاعهم والأخلاق إن شاء الله. كانوا الناس يقولوا زعما بالك القراية هذه في هذه المدرسة هذه تكون عائق بينه وبين الدراسة، والحمد لله ما اشتغل الخير والنتيجة أكبر دليل. كنت نشوفوا الأطفال اللي يقرأوا القرآن في المدارس يكونوا متميزين في المدرسة، يجونا ملاحظات كثيرة الحمد لله،
منها في التعبير، كيعطيه معلم التعبير يكون متميز يعرفوا هذا اللي كان يقرأ القرآن، خاطرش المفادات والكلمات اللي يكتسبها من القرآن الكريم، الأخلاق متاعه يكون مؤدب. لقد وجد الأهل في دخول أبنائهم المدارس القرآنية فوائد جمة بعدما رأوا أنهم يتقدمون الصفوف في المساجد لإمامة المصلين، وهذا في نظرهم شرف لا يضاهيه شرف. ولامسوا السلوك القويم والأخلاق الرفيعة التي أصبح يتحلى بها أبناؤهم، هذا ما جعلهم يحرصون على انضمام أبنائهم للمدارس القرآنية. تعليم القرآن خاصة يكون فيه الأولياء يشجعونا باش الأطفال نتاعهم إن شاء الله نتهلاو فيهم، يشجعونا معنويا، يتهلون يوقفوا معنا باش الأطفال نتاعهم ينشأوا تنشئة مليحة إن شاء الله بإذن الله. أن المدارس القرآنية التابعة لجمعية تلقى دعم من طرف الخيرين ولتتقدم إلى الأمام ولنكون بصمة في المجتمع. بالنسبة للأولياء رأوا أن أبنائهم تفوقوا وصاروا يتقدمون للمحراب وصاروا لهم سمة طيبة في الشارع في الحي مثلا، أخلاق عالية وبفضل القرآن الكريم. إن الجهود الجبارة التي تقوم بها جمعية تواصل الخيرية والنشاط المتواصل الذي تبادر به من أجل إنجاح هدفها الأسمى والمتمثل في تخريج 1000 حافظ لكتاب الله سيكون له الأثر الإيجابي والفعال في خدمة الناشئة والمجتمع، وذلك بإبعادهم عن الظواهر الاجتماعية السلبية وجذبهم لحلقات الذكر والتلاوة وتدارس القرآن وتفسيره وحفظه والعمل به.